السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله لك الحمد يا رب. بعد إذنك يا شيخ مصطفى، عندي سؤالين. اسأل حبيبي. السؤال الأول، شخص يسافر كل أسبوع 3-4 أيام مقيم وثلاث أيام مسافر، فهل يقصر الثلاث أيام؟ 4 أيام مقيم وثلاثة مسافر. كل أسبوع كده. يقصر الثلاث أيام. طيب ماشي. السؤال الثاني يا شيخ مصطفى،